دلوقتي معدنا مع المتسابق الثالث. هو في اسماء جميله النهارده معانا, قريب عصام الشوالي. رحبوا معايا بمحمد البابا. السلام عليكم. Good evening. هذا انا عم بحكي والله عن جد. لو سمحت اذا ممكن تنزل ترجمه لاني صوت نعوم وحلبي مصيبه, فدبر حالك, حاولوا تركزوا. الله يرضى عليكم. المهم ابدا, انا محمد البابا, عمري 14 سنه. خلصنا 14 سنة, يعني قالوا عمري 35 سنة وبيعرفوني سينجل بضربوني بعدين المهم اسمي محمد البابا, عمري 14. رح أحكيكم قصة. هلا أنا بصراحة ما كنت ناوي أطلع أحكي, كنت ناوي أطلع أغني لأني ما شاء الله صوتي عن جد كتير كتير حلو بالغنى. ميرسي. المهم على فكرة اللي بضحك على صوتي, بتعرفوا انه صوتي فيه كتير شغلات مميزة. تخيل حالك انت رايح ماسك هالتليفون وعم تدق للبيبي تبعك, يقوم يرد عليك لبابا. انا بكل بساطة, الو, مرحبا عمو, سارة موجودة؟ مين بدها اياه؟ رفيتها نور. خلصت, ما بدها شيء. خلص. صعبة؟ على فكرة هدول وقائع, هاي قصة حقيقية جرت. بس أنا ايمت حسيت بالعطب لما رحت على الجيش. رحت على الجيش من هون, كانوا يوقفونا هيك صندوق مفتوح, الصبايا ما بيعرفوا هالموضوع, إياكم. وقفونا هيك صندوق مفتوح, يجي الملازم يجي على أول واحد يضربه هيك بوكس على بطنه, يقول له أرنب, هذا يقول له وحش. يجي على الثاني أرنب وحش, يجي لعندي يكبسني بوكس أرنب, قال له وحش. طلع هيك فيني يرجع يضربني أرنب, قال له وحش. قال لي أرنب, قال له سيدي أرنب خلصني. المهم خلصنا جيش. المشكلة مو هون, المشكلة أنا بعرف لما كنت صغير وين ما أمشي بالشارع تجي هيك البنت حلوة قطقوطة تعمل لي أبوس روحك تبوسني. ليش لما كبرت بطلته؟ ليه ما كنا ماشيين كويس؟ ليه؟ الله لا يسامحكم. المهم بحكي لكم شغلة صارت معي حقيقية, على فكرة كلها حقيقة أصلا عم نحكي, ما عم نكذب. في ناس ما بتعرف انه انا بشتغل عازف موسيقي, فدائما بكون عم بعزف, اصدقائي كلهم عندهم ما شاء الله معجبات وكذا, الا انا الوحيد مقطوع من شجرة, فما كان عندي دقن ولا كنت مربي شوارب ولا شيء ابدا. فقال له رفيقي ابوس ايدك. طيب انا ليه ما في ولا وحده بتقول لي انا معجبه فيك؟ اي وحده بقول لها مرحبا بتقول لي اهلين تروح. قال لي حبيبي انت يعني بتحلي دقنك وشواربك وصوتك نعوم, مين بدها تقول لك مرحبا؟ اذا تقول تحكي انا بفكرك اختي. طيب شو عامل؟ قال لي عمل دقن كذا مشي حال. فرحت مرة عامل دقن, صويت هالدقن ولا طب بنت حلوة هيك أمورة عم تحضرني, حبتني. قالت لي ممكن أحكي معك؟ فأنا جاي بكل ثقة, وصلت لعندها. فأنا جاي بكل ثقة هيك بدي أرد عليها, قال لي أهلين. سكت. يا الله شو مدار لأهلين؟
دكتوره. قلت له اهلين. قلت كيفك؟ قلت له الحمد لله. قلت شو اخبارك؟ قلت له والله ما في مني الحمد لله رب العالمين، وك الله مكيف يعني ما في اي شيء. ميرسي. المشكله مو هون. المشكله مو هون، المشكله بعد ما عملنا الدقن واكتشفت انه صوتي نعوم طلعت موضه جديده انه في اعلام احمر اصفر برتقاني ازرق. نعمه نعمه، حسيت حالي بالعطب. انا محسوب على مين؟ انا بشجع مين؟ على فكرة بتعرفوا ليك صوتي؟ انت الله لا يسامحك، بتعرف ليك صوتي؟ انا بزماناته في عنا فانجوسة بحلب سوريا، هم بيو هيك مثل عصير، حطوها هيك بعلبة اسمها فانجوسة هيك مثلثة. الله ليش عملينا مثلثة؟ لما نفهم المهم عملينا مثلثة، هي فيها شراءة صغيرة شليمونة يعني. انا عم بشربها فبلعت الشراءة وقفت هون. والله يا صحي، والله يا صحي، جرت من زمانات. المهم أقول لك وينه ما بتزعل؟ إذا ما بتزعل بقول. أغني لكم؟ إيش أبوي أنتوا دافعين لي بس أطلع، ما أنكم دافعين أغني؟ في كوكتيل؟ يلا تعال غني سوا. يلا أخصمك عم نغني والله. شو نعم. المهم رح أحكيك الشغلة عن جد، بزمانته حبيت وحدة قلت بدي اروح اخطبها، والله والله العظيم. دخلنا، المشكله مو هون، فدخلنا العيله كلها بركه، مرحبا علي محمد. فجيت احكي معهم، انا عم بحكي معهم عادي وكذا، فكرين دمي خفيف. شو اللي ابوها؟ قال لي ابني خلص ضحكنا وفرحنا ومزحنا، خلص احكي مثل العاده بقى. أنا هون يعني حسيت بالعطب، قلت ولي أكلناها وحيات الله. لكن ليش أنا هلا سنجل؟ على فكرة أنا سنجل، ها يعني سنجل، ها اللي بده يحي حاله. بكرة بتقولوا كان هون، بكرة بتقولوا كان هون، والله العظيم بحرد. أنا إذا بحرد يا بحرد يا ببكي، والله الله ليس. المهم ثانك يو وشكرا لكم، واكيد كنا عم نمزح معكم حبيباتي.